إزاي تتجنب آلام القولون؟ تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية بأحجام صغيرة، ويمكن إضافة وجبة خفيفة إضافية. الحرص على خفض محتوى الدهون في الطعام، خاصة الإفطار الرمضاني الدسم. يجب تنظيم مواعيد الوجبات في فترة ما بعد الإفطار بحيث تكون ثابتة كل يوم. يجب تناول الطعام بهدوء والحرص على مضغ الطعام جيداً خلال الإفطار والسحور. الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام في مواعيد متناسبة مع مواعيد الوجبات المختلفة. الحرص على عدم التعرض لتوتر أو شد عصبي زائد، لأن ده بيزود الأعراض. كل يوم معلومة طبية، صحتك تهمنا.